الوضعيه الجويه اللي راح تسود بلادنا خلال 48 ساعه اللي راهي جايه، نقدر نقولوا بابتداء من يوم الاثنين غادي ان شاء الله سيبدا ينخفض الضغط الجوي اللي كان متمركز على بلادنا خلال الايام اللي دار حاجز على كل الاضطرابات الجويه. سينخفض الضغط الجوي، يسمح لاضطراب جوي حاليا راه في المحيط الاطلسي باش يتلاحق بشبه الجزيره الايبيريه ثم البحر الابيض المتوسط ثم المناطق الشماليه تاع بلادنا ابتداء من ظهيرة الثلاثاء. يبدأ بالولايات الغربية يكون متبوع بأمطار، ثم في ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء الأمطار تلتحق بالولايات الوسطى ثم الشرقية، والهواء البارد سيلتحق بالمناطق الشمالية، كل مناطق الشمالية من الأطلس الصحراوي حتى السواحل على البحر الأبيض المتوسط ابتداء من يوم الأربعاء. ونرتقب بعد الثلوج إن شاء الله ابتداء من 1600-1700 متر على كل مرتفعات الشمالية من البلاد. هذه بشرة خير للفلاحين تاعنا إن شاء الله، هذه الأمطار لنقدروا راح تكون في الموعد هذا الأسبوع هذا.